وعادة في الحالة دي يكون كلامه عكس كلام الشخص اللي قبل. يعني بشكل عام أصعب الخيل هذه ثم هذه ثم هذه كمثال. اللي يركب صح كل الخيل الصعبة دي مقارنة فيك عنده هو سهلة، لكن الترتيب عنده يتغير، وسبب التغير إنه يركب ركوب صحيح ما يستعمل القوة، وعنده ما تتوقف عن استعمال القوة تختلف على ما قالوا الترتيبات، أو الترتيب كله يختلف، ينقلب فوق تحت. زي لما بعض الخيل الصعبة تصير سهلة لما تركب صح. إيش قصدي؟ إن صعوبتها كانت مرتبطة بإنك تستعمل القوة، فيستعمل القوة، مجرد إنك تتوقف عن استعمال القوة يقلب سهل. وحتى لو هم سهل يبقى عندك سهل، بس الترتيب عندك ينقلب. مثال وطنية وكيمياء اختباراتي، وطنية وكيمياء اختباراتي، أنت درجتك في الثنتين أحسن مني، درجتك في الكيمياء والوطنية أحسن مني، ولكن أنا درجتي في الكيمياء أحسن من درجتي في الوطنية، بينما أنت درجتك في الوطنية أحسن من درجتك في الكيمياء، بس تبقى في الثنتين أنت أحسن مني. وضحت؟ يعني أنت أحسن كشخص يركب الكوب صحيح، طبيعي إن كل الخيل تكون سهلة عندنا، فاهم؟ بس الترتيب عنده ينقلب بسبب عدم استعمال القوة. لكن القاعدة العامة عادة تكون أقرب للركوب الخاطئ، اللي هي ترتيب مرتبط باستعمال القوة. اللي هو بشكل عام موجود بعض الاستثناءات أو كثير من الاستثناءات، أصعب خيل في العس أو التعامل مع الأطباع أو حتى التدريب بشكل عام هي خيل الثوربت وخيل النص النص اللي عنده العرب، بعدين الخيل العربية بولش جزيري مصري أو خيل جمال، ثم خيل الدم البارد والدافي زي خيل القفز وخيل الدجاج وخيل حلق. وتفسير سهل، الثربد والنص من وسط، كان من تجربة حقيقية واقعية منطقية تقبل النقاش. جود عاز تعامل مع مشاكل تدريب فترات طويلة، فما مجرد كلام، يعني عبارة عن شيء دارس من جميع النواحي عن طريق تطبيق وليس كلام فقط. شرب شاهي وقهوة وتكلم وتسولف. الثربد والنص بنص أصعب لأن في دم عربي قوي جدا، ونفس الوقت في قوة جسمية، فممكن يتصرف تصرفات الخيل الأخرى ما تسويها لو ركبت خطأ. بعدين نتكلم الترتيب العام، يعني اللي يقاس على الركوب الخاطئ عادة أو الركوب العادي، وعادة نستعمل القوة، ونستعمل القوة الثربت أصعب الخيل والنص نص، لأنها فيها حرارة وهبال العربي ورشاقته وقوة الخيل الدم البارد أو الدم الحار أو الدم الدافي، تكون صعبة جدا لو العمد. ثم قلنا العربي بولش أو جزيري، البولش طبعا بسبب كبر الجسم، بس وقت عربي تلقاه ضخم شوي وفي دم عربي الفرنزيات او البولش، فتلاحظ ان فيها صعوبه العربيات نفس الوقت فيها قوه جسميه فيها صعوبه. الجزيرة بسبب قوته صار قوي وتستعمل القوه مع قوي. خيل جمال خيل ضعيفه، فلو استعملت القوه او صدار او امور زي هذه ممكن يسلك يمشي لك حصان شوي، فيكون اسهل من نواحي معينه من خيل اخرى. الخيل الدم الدافي او خيل الدم البارد اسهل خيل، مع انها هي اقوى الخيل جسميا لو استعملت القوه بتحوسه، بس مناوراتها ضعيفه زي خنجر العربات وغيرها، قوي جدا جسميا، يعني بتجيب تربد وعربي مع بعض ذاك قوي منهم جسميا، لكنه بطيء، يعني قوي جدا بس بطيئه حركته، ومجرد انك ترخي ما تسوي شيء صار حصان نايم تحتك. لو سوى شيء انطلق بس ما عنده مناورات وتشنيع وهبال، يعني حركات كثيره. فالثربد والنص بنص او الانجلو عرب، ثم العربيات بولش فالجزيري فخير الجمال. طبعا مو بولش خيل جمال نصها بولش، بس قصدي بولش يعني بولش انواع، في بولش خيل جمال، في بولش مثلا ضخمه وتحس انها قويه زي الفرنسيات البولنديه اللي تسبب في التحمل وتسبب السرعه، هذا يشد فيها الصعبه. اما بولش الجمال تحس انها سهله زي المصري. ثم خيل الجمال، ثم خيل الدم الدافي، ثم خيل الدم البارد. والاستثناءات كثيره جدا. ركبت صح كل الخيل دي تصير سهله مقارنتها بنفسها، يعني الترتيب يستمر لكن تقل مقارنتها بنفسها، تقل صعوبتها مقارنتها بنفسها. تبقى في فروقات بس تقل الصعوبة مقارنتها بنفسها. لما تركب ركوب صحيح أو صح الترتيب يختلف، الفرق يستمر، السهولة تزيد، ولكن الترتيب يختلف، يصير من أسهل الخيل عندك الخيل الثربت، الخيل الجزيريات، الخيل البولش اللي صعبة عند الناس تصير سهلة عندك. ليش؟ لأنك ما تستعمل القوة، فصعوبتها تستغلها عليها فبسرعة هذاك يتبقى. بينما الخيل اللي هم يرونها صعبة، يعني عفوا يرونها سهلة انها ضعيفة، انت بالعكس تطلع قوتها، توزنها وزن صحيح وما تستعمل القوة فتطلع مهاراتها، فتنبسط، فتسوي يعني توازن في المعادلة، تحدث توازن في المعادلة، فيختلف الترتيب.
ولكن تستمر الخيل كلها تزيد سهولة بسبب الركوب الجيد والتفاوت بين الخيل موجود. زي لما أقول لك إن الحصان إذا ركبته صح يخف رقبته، يجي بعد يقول لك يا أخي لا الخيل تختلف. أنا ما قلت الخيل ما تختلف، الخيل تختلف، ولكن أي حصان مقارنة بنفسه إذا ركبته صح خفت رقبته، وأي حصان مقارنة بنفسه إذا ركبته خطأ ثقلت رقبته. مقارنة بنفسه يعني تبقى رقبته أذكى من ذاك وذاك أخف من ذاك، بس مقارنة بنفسهم كلهم خفوا، مقارنة بأنفسهم كلهم اثقلوا حسب الركوب. كان سهل. فنقدر نقول ترتيب عام: الثرابيد، فالنص بنص، والأنجلورات ومن على شكلته، ثم العربيات، ترتيب العربيات في نظري البولش والبولنديات، الجزيريات، خيل الجمال والمصريات، ثم الدم الدافي بأنواعه، ثم الدم البارد بأنواعه. ركبت ركوب صحيح كلها تصير بسيطة مقارنة بما كانت عليها لما كنت ركبت خطأ. ركبت خطأ تزيد صعوبتها، التفاوت بينها يستمر مهما سهلت، يستمر في تفاوت بينها. الترتيب عند اللي يركب ركوب صحيح ممكن يختلف لأن طريقة ركوبه تختلف. فهذا الكلام بشكل عام، تقدر تعمق في زيادة بس هذا تقريبا الكلام بشكل عام. عادة الصعوبة اللي في الخيل أو السهولة اللي في الخيل ينسبونها للحصان وهي عادة من الخيل. زي ما قلت، إذا كان الشيء مضر لهم قالوا مضر للحصان، وإذا كان الشيء مفيد لهم قالوا مفيد للحصان، ليكسبون الزباين. وهذا كلام صحيح، لكن إذا كان العيب فيهم قالوا عيب في الحصان، وإذا كانت الميزة في الحصان قالوا ميزة فيهم. وهذا غير صحيح. الواقع أقول الميزة من الخيال ومن الحصان، والعيب من الخيال ومن الحصان. كلام بشكل عام باستثناء كلام بشكل عام، فلا تلوم الحصان لما الخيال، لا تمدح الحصان امدح الخيال. طب وش الدليل؟ نفس الحصان اللي تمدح لو ركبته خطأ خرب، معناته مو بالحصان في ميزة، الخيال في ميزة. ونفس الحصان اللي محيوس لو ركبته صح زين، معناته العيب مو في الحصان، العيب في الخيال. ترى من تعمق في النظرية قد ما تبغى، لكن هذا على ما قاله الموضوع باختصار قدر المستطاع. سؤال آخر أو السؤال الثاني، موضوع الجزء الأمامي والجزء الخلفي، كانت في كثير موضوع القطعات والرقبة والتحكم برقبة، يخليك تتحكم بالحصان كله والأمور هذه. أتوقع المقطع الأخير كان في الشرح تكلم في النقطة هذه. الجزء الخلفي وجميع الأمور الأخرى، ركز، مو الجزء الخلفي فقط، الجزء الخلفي وجميع الأمور الأخرى تابع على الرقبة في الحصان. الحصان مخلوق، رقبته كل شيء مرتبط فيها. لكن يتحكم الأسد أو النمر أو الكلب أو الضبع ورقبة الحمار الوحش أو الحصان، انقلب الحصان انتهى. الإبل يمسكونها مع ذيلها تروحونها تشعبطيها بذيلها تشعبط إيه هناك غنمها. الحصان لو تشعبط بذيلها لو إنه مهر صغير دون ما تمسك رقبته طيحك كسر قلبك، مع أن جسمي أضعف من البعير، جسمي أضعف من الثور، لأن البعير رقبته يفصلها عن جسمه، الثور رقبته يفصلها عن جسمه، الحصان رقبته مرتبطة بجسمه، ما تتحكم بالرقبة ما تتحكم بالجزء الخلفي. فإن لم تتحكم بالرقبة أنت لم تتحكم بالجزء الخلفي. ما أقصده بالتحكم بالجزء الخلفي عند الاختلاف، مو بنت راكب حصان تخليه يسوي حركة معينة كدريساج أو كمدرسة إسبانية كفن، لا لا لا، أتكلم عن حصان راكب خاف من شيء معين، حاول ينطلق فاللحظة دي خذ الجزء الخلفي خله ما بيوريك. طيب إن حصل الحصان معطيه إياه ما خذاه، بتاخذها أنت بالفعل والحصان يضاعف مستحيل. بينما إذا أخذت رقبة بالفعل معناها تحكمت في الأجزاء الخلفية كلها. على سبيل المثال أنا ماشي قدام، الحصان يبغى ينطلق يسار ورقبته يودي الجزء الخلفي، الشيء مخيف لا شعوريا مواكبتي له خلته يواجه الشيء المخيف ويودي قطعته عن الشيء المخيف، وخذ عكس فخليته يسوي عكس اللي يبغاه، تحكمت بالجزء الخلفي عن طريق الامام. بيجيك واحد يقول لا الحصان الحين خذ الجزء الخلفي، مو خذه انا اخذته، وكان يبغى يسوي العكس، الحصان كان يبغى يروح برقبته يسار يودي قطعته يمين، اللي صار ان رقبته راحت يمين وقطعته راحت يسار، اللي حصل ما اريده انا مو اللي هو يبغاه. ما الدليل؟ اوريك الدليل مره ثانيه، بجي وبخليه يسوي اللي يبغاه، يروح برقبته يسار ويودي قطعته بجهه المكان المخيف مثل ما فعل معك. فإن تحكمت في الجزء الأمامي تحكمت في كل شيء من ضمن الجزء الخلفي، أما إن تحكمت في الجزء الخلفي ولم تتحكم في الجزء الأمامي وفقط عيب، لم تتحكم تحكم حقيقي. طبعا ما أقصده بالتحكم الحقيقي هو لغويا تحكم، لما الحصان يسوي الشيء اللي أنت تبغاه وهو يبغاه هذا مو تحكم، هو مسوي اللي تبغاه ويبغاه أصلا ماك. التحكم هو إنه ما يبغى يسوي شيء معين وأنت تبغاه وما داك سواه ثقة فيك،
هذا ما يتم إلا عن طريق الزر الأمامي. نقطة استعمال زر الخلف تكلمت فيها في المقطع الأخير عن موضوع التقويس والسحب وتنزيل الرأس واستعمال القطعات. إن جميع الأمور هذه صحيحة وطبيعية، لكن إن سويتها صح فهي صح، إن سويتها خطأ فهي خطأ. كيف تسويها مجرد فعلات؟ اثنين، فعلها عن طريق أمر ما يمكن تقارنه بالحصان اللي سواها من نفسه باختياره. الحصان في المعركة العربية أو في أي وضع آخر باختياره حاول ينطلق ما قدر، فحط وزنه على القطاط. يا سلام، أما حصان درب يوميا 3 ساعات إنه يحط وزنه على القطاط، ثم إذا خاف أول شيء سواه انطلق فيك بالقطاط، ما هي مجال المقارنة. هذه وضعين تختلف عن بعض تماما. هذا وضع تدريب، هذا وضع تحكم. لما تقول مادتين تختلف عن بعض، هذه رياضية كيمياء ما لها علاقة ببعض. فتدريب الحصان على وضع الوزن على القطاج ما له أي علاقة بموضوع التحكم بالقطع للوضع الوقت جد. مدي القطعين أحسن خيل العالم في وضع الوزن على القطاج، خيل الدريساج لما تخاف أول شيء سواه استعمر رقبة وحط رجله، خل القطاج فيك لا تحكم القطاج ورق. لكن لما في المعركة يحط حصان وزن على القطاج، الفارس يقاتل مو بلم قطاج ولا بلم حارب ولا بلم حافري، إذا بحق الله